جروب الفرن بتطلع علينا أسبوعيا بعدة حلقات بتخبرنا عن أخبار غريبة ومتنوعة حول العالم. طبعا يمكن وصلتكم يمكن مش وصلتكم. رح نحاول اليوم قد ما فينا عدة أخبار خبركم عنها، يعني منها أكيد جديدة وهلأ طازة مثل ما هي. روبا صباح الخير. صباح وحصرية كمان للجديد. وحصرية للجديد. يعني في كم خبرية أنا لفتوني كتير وبحب نحكي عنهم التفاصيل، بس أنت كيف منظمتين رح نبلش معك. رح نبدأ أول شيء هيك خبر حلو لأهالي كسر وين ولا سكينة. اليوم النفع رح تفتح أبوابها وأخيرا بجوني بعد سنتين من الإقفال. الحمد لله على السلامة. صار فيه سياراتهم، صار فيه بيعوا سياراتهم. رح تفتح 3-4-5 من كل أسبوع من الساعة 9 للساعة 3 لحتى يقوموا يعني بإنجاز كل المعاملات إن كان تسجيل سيارات أو رخص السوق. ولكن للأسف بعد سنتين كمان امتحانات السواقة ودفاتر سواقة جديدة بعد ما في هيدي الخدمة. للأسف. نعم. بعتولنا هلا فويس لانه شكله اليوم فتح على الساعه 9. خليها هلا مفتوح لانه انت على طول بدك تضلي جاهزه. 100% هلا عن خبر عن النافعه لانه هلا الساعه 9 رح يكون في جوله بالنافعه. فخلينا نحكي شو هن المعاملات. رح نذكر البعض منها، ولكن اي شخص بيقدر يطلع على موقع الخاص للهيئه ويشوفوا شو هن التفاصيل. اولا نقل الملكيه بين البايع والشاري، معامله ايقاف عن السير يعني الانقاض، كمان معاملات اعاده الى السير، تسجيل السيارات المكشوف عليها من قبل خاصة بالدكوانة، فك الرهن، تجديد رخص السوق المنتهية الصلاحية، فك الحجز واستكمال بعض المعاملات القديمة. هودي المعاملات يلي رح بتكون متوفرة بالنافعة تحديدا بجوني، وإن الله راد رح يرجع يفتح فرع الأوزاعي وعلي قريبا. بس في خبر يعني ما بعرف يعني كيف ظابطة، بس في 5 عناصر رح يسرق معاملات الناس اليوم بالنافعة. 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وعنصر 1 بالدفاع المدني. ما بعرف رح يلحقوا على العالم وعن إنجاز هالمعاملات. يعني وما أدراكم كمية الوكالات اللي موجودة بهالسنين اللي مرقت. يعني أنت بتعرف أنه في عنا وظائف يعني شاغرة، وفي فائض من الموظفين بالقطاع العام وحشو. نعم، بس وينون؟ لأنه مازال عنا نقص بالموارد البشرية. ليش ما بيصير فينا نخفف ونزيد معاشات؟ فينا نخفف موظفين ونزيد معاشات، أو بدنا نشوف شو بدنا نلاقي له حل. يعني في توزيع عشوائي، فإنه فينا نلاقي حل يعني وننسر معاملات الناس. صحيح. ولكن ما بعرف شو عم بيصير. إيه، ما هو بده يكونوا أول شيء هن البوس مرتاحين ومبسوطين كذا، ليبلشوا يفكروا بعد نفسيتهم مرتاحت ليعبوا جيوبهم شوي بعد. خلصت هي القصة، من ننتقل لوحدة ثانية. النافع خلص، خلصنا على 10:30 بتلاقينا بالنافع. نحكي أكثر تفاصيل. خبرنا الثاني منه حلو ابدا، عن يعني للاسف ببين انه في ناس بعدها مجرده من الانسانيه ومن الرحمه. في صوره داولت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا وبالاخص على منصه اكس لشخص عم بجر كلبه بالسياره قدام اعين الماره بكل ثقه. رح نشوف سوا الصوره. بحسب المشاهدين والمتابعين قالوا انه هيدي الصوره من منطقه خلده. للاسف اللوحه ما كانت كثير واضحه، ولكن قدروا المتابعين يعرفوا مين صاحب السياره. ولكن تواصلوا مع صاحب السيارة وتبين انه هيدا صاحب السيارة بيع السيارة وما عم بيكشف لمين بيعها. طبعا المتابعين طالبوا بمحاسبة وتوقيف هيدا الشخص وانقاذ الكلب. وانا بطالب بهذا الشيء. وين يعني هيدي الانسانيه بحد ذاتها، لانه يلي ممكن يعامل اي فئه من الحيوانات بطريقه هيك مذله وبطريقه اجراميه، هذا كمان له حساب عند ربنا. عم نشوف هلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض ردات فعل الناس بتصور كل ردات الفعل رح بتكون هالقد سلبيه. للاسف انه شو هالفرحه من جوا بتعذيب كلب بهالطريقه هيدي. يعني ما يعني لو في قانون عن جد بحاسب كل شخص هيك ساعتها. يعني انت بتعرف الحوادث كل يوم عم تتكرر، يعني مش انه المرة عم بتصير، لا كل فترة وفترة عم نسمع بهيك حادثة. لو في قانون بيحاسب يعني بالفعل هذا الشخص، ساعتها بيتاخد عبرة وما بيتكرر يعني للأسف. ومش عم بيتحاسبوا كمان على اللي عم بيعملوه بالإنسان، شو رح يفكروا بالحيوان. بس هو أكيد هي بنفس الأهمية أنا بلاقيها، لأنه هيدي روح بالنتيجة ومفروض نتعرض لها بهالطريقة هيدي. بس لو تحاسبوا من زمان ما كنا نحن عايشين اللي نحن هلا عايشينه. خبريتي في كل شيء بالبلد إلا قانون تطبيقه. خلينا ننتقل لخبر يا جوزيف، يعني يبدو انه قربت نهايه العالم. أيوة. تخيل. لا ما جيتينا باخبار اليوم. انا رح اقوم مستقبل الشرق الاوسط والعالم باكمله. نعم. واقف على قصه 5 بقرات. ايوه، هاي طلعت المشكله.
بس شو قصة هالبقرات؟ نعم. انت بتعرف انه اليهود بينتظروا هيدي البقرة كرمال يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل الثالث. الله يهدكم. الله يهدكم. علينا على قرب مجيء المسيح المنتظر المخلص. ولكن شو القصة يا جوزافي؟ شروط لنحكي عن البقرة. البقرة لازم يكون لونها أحمر، وأحمر أحمر يعني إذا في خصلة أو بيضة شعرها بيضة لا بتكون صبية، بدها تكون حمرة 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 فل أحمر. أو لك البقر بس يكبر وبيتغير بيتغير لون شعره شيبه ولا لا؟ لا لا بدلهم بعتقد نفس الشيء ما عندي مش مختصة يعني بالحيوانات كتير. تاني شيء لازم ما تكون حلبت، لازم تكون ولادتها طبيعية، خلقت ولادة طبيعية. مفروض كمان تكون ما حبلت من قبل. أهم شيء تكون مثل ما قلنا خلقت ولادة طبيعية وربيت على ما يقال أرض إسرائيل. ولازم بس يصير عمره سنتين بيصير فيهم يستخدموه ليطهروا اليهود. وين رح يصير في هذا الاحتفال؟ ميح إذا بيطهرون عملية وين التطهير خلي يجوا يعني عملية التطهير رح بتصير بالقدس بفوق جبل الزيتون مقابل المسجد الأقصى. عايز رح يتم ذبحها طبعا وفق الطقوس اللي هن بيعتمدوها. بيرجع بيحرقوها وهون بياخدوا من رمادة وبيطهروا اليهود. أيوة الله يعين هالبقرة المعطة راحت. بس الخبرية إذا وين؟ إذا كان مش أحسن يعني مش أنظف إذا تاكلت يعني هن بيعبدوها للبقرة. احترامي للبقرة يعني. بس عندي سؤال هون بيقولوا إنه يعني هذا تزامنا مع هلا جاي عيد الفصح عنده مع يعني هلا يقال هيك يعني ما بيعرفوا اي عيد الفصح عند الطوائف الشرقيه انه نهايه العالم يعني هلا 8 نيسان يعني ليك هو على اساس هلا بنيسان مزبوط فما بنعرف شو رح يصير يعني ما بنعرف اي ساعه رح يحرقوها. هلا شو الخبريه هلا شفتك قبل انه بتموز تموز الماضي تم استقدام 5 بقرات من ولايه تكساس الامريكيه. وعم بيقولوا اليهود انه هن البقرات المنتظره ادوما يعني ادوما بقره ادوما صح بالعبريه بيقولوا لها مزبوط. فعم بيقولوا انه هن البقرات فمنتظرين اي متى رح يحرقوا يعني يا ريت بيظهر المخلص يعني هلا هون عم بحكي جديا بلبنان المخلص ليخلصنا من اللي اكليننا. هيدي اول مجزره لازم تصير ليخلص الشعب اللبناني وبغزه. اهم شيء كمان نعم نرجع نحتل فلسطين تسترد فلسطين. خبرنا ثالث كمان عن الحيوانات الصين يا جوزيف. الحمير نحو الانقراض للاسف مهدد بالانقراض. ليه؟ لانه الصين بياخذوا من جلد الحمار ماده اسمها جيلاتين. هالجيلاتين بيستخدموا فيها او بيصنعوا من وراها ماده اللي فيها يعني دواء لتحارب الشيخوخه. نعم اها يعني مزبوط. انا صحيه جدا مهمة. على فكره في كثير ومن حتى حليب الحمير في فوائد صحيه جدا من الحمير. وكل يوم بالسنه بينقتل 6 ملايين حمار. عدد كتير كبير. فبالصين من 1992 كان في 11 مليون حمار، اليوم عندها نقص كتير كبير صاروا مليونين فقط بالصين يعني 80% النسبة انخفضت. فبالتالي الصين هلا فينا نعطيهم نحن من عندنا في كتير حمير مع احترامي للحمير لأنه الحمير عندنا يعني اكتشفنا أنه ذكي قبل الحيوانات الذكية بالفعل هو من الحيوانات الذكية. فالصين لتلاقي الحل رحت على أفريقيا. أنت بتعرف أنه الأفريقيا هي أكتر بلد بتصدر جلد الحمار. ولكن هني كمان عم بيعانوا من نقص الحمير. فبالتالي في بشرة صار انه الاتحاد الافريقي طلع قرار انه ممنوع يتصدروا الحمار وممنوع ذبحه. ممنوع يتصيدوا الحمار يعني ممنوع يذبحوه يعني صح حتى ولا يتصدروا هيدا ما ولا يصدروه قصدي حتى يزيدوا من عدد الحمير مش غلط لانه نحو الانقراض مهدد بالفعل يعني عم نحكي 6 مليون بالسنه عم بيقتلوا الحمار يعني مش حرام بقولكم عنا كثير عنا مليان بنصدر لهم للصين تواصلوا معنا بلكي هالتجاره بتشيلنا من الازمه يعني بتشيلنا من الازمه اللي احنا عايشينها. نعم شو رايك باخر خبر؟ بتعرف احنا كثير بنحضر مسلسلات تركيه وحب وانتقام ولكن صارت هيدي الحادثه بالواقع. في شاب قرر ينتقم من خطيبته السابقه اوكي ويفش كل غضبه فيها. كيف؟ يبعت كذا وجبة طعام من مختلف المطاعم بتركيا على بيتها بتدفع الفاتورة هي وهي بتدفع الفاتورة. طب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وثقوا فيديو لهيدي الحادثة. في أكثر من شاب ديليفري موجود قدام بيتها موجودين ولا يوصلوا الطلبية. والله برافو. وفي بحسب ما قال انه في 40 مطعم واكثر من 40 وقعوا بهيدا الفخ. ايوه وين في صورة في فيديو؟ في فيديو خلينا نشوفه سوا. مظاهر الدليفريز يا حرام شو اكلت بهالنهار. احنا ما شفنا ولا فيديو على فكره.
بلا بيان وكل بس ما نعرض شو هيدا؟ هيدا كله قدام بيتها؟ صح عم بقول لك اكثر من 40 ما عندك صوره لها لشوف ردت فعلها؟ لا ما شفناها بس انه فرجونا انه في شباب دليفري بس قدام زكي. بيتها والله هيدي فيها كثير في كثير يعملوها بالعكس يعني عاده بتصير بالعكس هي تنتقم منه مثلا اذا كان هو ايده كامشه او شيء عامله فيها اولاد ما عامله يا ظهر عليه اذا كانت ايدها كامشه كثير يا مستغلته لا بس عاطفيا وماديا الانتقام ايه بس هذا طريقه ذكيه بيطلع منكم انتم الرجال طبعا بيطلع هيك اخبارنا يا جوزيف ثانك يو ربا والله انا انبسطت انه شفتك اليوم بلكي ما قدرنا نشوفك نحن اليوم قد ايه بالشهر اليوم 23 في وقت بعد شوفك جمعه الجاي بنرجع بنحكي اذا قربت ولا ما قربت نهايه العالم 8 نيسان ما هيك ثانك يو ربا انبسطت فيك كثير.